تتجدد مع أحلى مزرعة الجد وحكايات تتجدد. اشتقنا حقا يا جدي لقائك من بعد البار. اشتقنا حقا يا جدي لقائك من بعد البار. لا 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 يا جدي. أهلا أهلا يا أحبابي بزيارتكم قلبي يسعد. أهلا أهلا يا أحبابي بزيارتكم قلبي يسعد. لكن يا جدي ما هذا؟ مهلا هذا موم قرد وهناك ثعالب ماكرة تأتي للسرقة والصيد. لكن الحارس قمار يحرس ويراقب في جد. فلنستمتع بإجازتنا هذا لا يزعجنا بعد. فلنستمتع بإجازتنا هذا لا يزعجنا بعد. ما أحلى مزرعة الجد. يا دانا لقد اقتربنا من الإمساك بهذه الفراشة. أخشى أن نبتعد عن البيت. لا تقلقي ما زلنا داخل المزرعة. بهرجة مهرجي. ها ماذا تقول يا كمار؟ أظنه يريد أن يخبرنا أن نرجع للبيت ولا نبتعد أكثر من هذا. وكيف عرفت ما يقوله؟ هل تفهمين الهندية؟ كان كلامه واضحا جدا. مهرجة مهرجي. أها حسنا يمكنك العودة وسألحق بك بعد أن أمسك بهذه الفراشة. لدي خطة جديدة. ها لدي شعور جيد تجاه هذه الخطة. لهذا أنا متفائل ولكني أعتقد أنها ستفشل عندما تخبرنا بها. إذا لا تخبرنا بها يا ثعلب. وكيف ستقومون بتنفيذها إذا لم أخبركما بها يا عبقري؟ صحيح، ماذا نفعل؟ لدي فكرة، سأكتب لكما تعليمات الخطة. نفذ المكتوب بدقة والحق بي. فكرة ممتازة، من السيء أنها ستفشل كالعادة. دانا، أين سعود؟ نحن ننتظركم من أجل الغداء. سعود كان يطارد فراشة حتى سور المزرعة. هذا تهور غير مقبول. عصافير بطني تصوصو. تزقزق يا أبي، تزقزق. تصوصو أو تزقزق، المهم أننا جائعون. اغسلي يديك قبل تناول الطعام، الوقت في المزرعة يمر بسرعة. صحيح، لنا أسبوع هنا، مر كأنه أسبوع بالضبط. لقد بدأت أقلق على سعود. قال إنه سيلحق بي. سأخرج للبحث عنه. سأتي معك. وأنا أيضا. سعود. هذه هي مصيدة الفراشات خاصته. لا بد أنه قريب من هنا. كمار ابحث معنا. بهرجة مهرجي. يا سعود، سعود أين ذهب كمار؟ هل اختفى مثل سعود؟ لا، لقد نام من التعب. فلنستمر في البحث. بهرجة مهرجي. رائع، الحارس نائم. لماذا لم يصل ثعلوب وثعاليب حتى الآن؟ ما هذا؟ لابد أنه شيء غالي لدى البشريين. بهرجة مهرجي. لا، الحارس سيستيقظ. أين هؤلاء الأذكياء؟ اتركها يا لص. هذا صوت سعود. ناحية البوابة، هيا بنا. سعود. كمار. بهرجة مهرجي.
سعود، أين كنت؟ هذا تهور يا بني، لقد أقلقتنا عليك. كنت أطارد فراشة ثم صعدت فوق هذه الشجرة وأكلت ثمرتها فنمت، ثم استيقظت فوجدت الثعلب يحاول التسلل فهاجمته. إنها شجرة العبعب المنوم. أعتذر منكم، لن أفعل هذا مجددا. سيتم حرمانك من الغداء لمدة ساعة. ساعة؟ هذا كثير. في الحقيقة ستحرمون جميعا من الغداء لمدة ساعة حتى أتمكن من تسخينه مجددا. لقد برد بالتأكيد. برج مرجي. لماذا لم تلحق بي أيها العبقريان وتنفذ ما كتبته لكما؟ هل كان هذا على ورق الشجر؟ لقد أكلته. عندما أخرج من هذه الشبكة سوف أحطم رأسيكما. لماذا دخل في الأصل داخل شبكة صيد الفراشات؟ ربما يظن أنه فراشة. لا 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 ل